ولا راشد كيلا زعما فنقول لك يا راشد يعني الله سبحانه الا هو الرسول عطانا اننا نعتدوا في الزواج لما لا بغيت ندير شي مره اخرى لاله رشيده نتعاونوا هذا الزمان ويعني وتعاونكم حتى في الكوزينه لما لا شفتكم عييتوا هاد الشيء خويا تشكيت عليه تشكيت عليه وزعما راه كيبان لي زعما سنه الله هذه زعما ما ندير شي حاجه اللي هي يعني معارضه للقانون ولا معارضه للشريعه سلام هذه ما راهش زعما يعني تكون بالقناعه عليكم وليداتي كي دايرين لاباس عليكم ونتمنوا ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وليداتي والله يدخل علينا العيد رمضان دابا داز والله يدخل علينا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. الله فرحانين متتبعين ديالنا هذا النهار فرحانين بزاف سي حفر راكي وصل فينا في عاود وقيلا موجدنا شي مفاجاه صراحه المفاجاه كاينه ولكن ما عرفناش شنو كاين ولكن موجدين احسن الاطباق هذا النهار داكشي طوب ان شاء الله. كنتمنى هذه المفاجاه اللي ما تغير حتى واحد من العائله ديالنا وما يكونش فيها شي ضرر انا وليت كنشك هذه المفاجاه لا والله مفاجاه يعني صارة ومناسبه كذلك حسن خلي عليا الويضات نهار في الجلابه شي حاجه ماشي هي والله العظيم متتبعين هذا النهار حسن خلي عليا كنشوفهم مزيين نعمتي محسن وما وايلي محسن عندك شي هذا ضرني على راسك ها لي غنشرب ويلي راسك كيلا زعما شنو نقول لك يا راشد يعني الله سبحانه الا هو الرسول عطانا اننا نعتدوا في الزواج لما لا بغيت ندير شي مره اخرى لاله رشيده نتعاونوا هذا الزمان ويعني وتعاونكم حتى في الكوزينه لما لا شفتكم عييتوا هذا الشيء خويا تشكيت عليه تشكيت عليه وزعما راه كيبان لي زعما سنه الله هذه زعما ما ندير شي حاجه اللي هي يعني معارضه للقانون ولا معارضه للشريعه سلام هذه ما راهش زعما يعني تكون بقناعتك شنو بالكم بالبنات شوف اولدي هذا قانون مفاجئ ولدي كلشي نبغي حتى هذا الكلام اللي قال حسن انا ما نبغيش سي حسن دابا دابا حسن دابا غادي نخليو هادشي ان شاء الله مفاجاه للجميع حتى خويا واجد موجود انا معاك في هاد القضيه دابا اللي قلت شغل واش قال الشرع قال الشرع الشرع اللي قايله هاد القضيه اللي غادير هاد النهار قايله الشرع الشرع اللي قايله والله هذا بلا حسن كاين هاد القضيه ديال الشرع قايله الحق سبحان الله هو قايله الشرع واش تعود دير هاد النهار ما فيهاش هاد الشيء قايله نديرها باذن الله الشرع قالها والمراه ما قالتهاش ما كاينش الشرع صافي حسن واجد موجود والله الا مقلت راسي انت تشوف الحسن صافي اخويا تفضل وان شاء الله يا ربي الضيف غيجي جوج طبالي ثلاثه طبالي انا معاك في هذه القضيه مع الطبالي ان شاء الله يعني ياك السي حسن انا معاك في هذه القضيه مع اخويا حسن في هذه القضيه هذه اشنو بالك انت حضرتي انت انا نمشي نقلب على راجلكم المرة الأولى وفر لها كل شيء والثانية هي راه غتوفر لها كل شيء وغتكون غتعجز بيناتهم إن شاء الله وغتساوي بيناتهم صافي واش راشد دابا بغيتي تحمر لينا وتزرق لينا شي حاجه حسن شي حلف بالله دابا قالك والله الا كاين الشرع والله الا غندير هذا النهار هذا كاين الشرع لا ما كاينش الشرع راه شي راه قانون مثل نقول لك يا حرام عليا ودي هذا النهار غيولي عيد ماشي رمضان يا ربي شوف حسن صافي سير قلت اخويا خلينا ندخلوا من فوق شوف اخويا خلينا ندخلوا من فوق هذه الروحه ديال المسك نعمه سيدي حسن والجلابه اخويا الجلابه هذه ديالك جلاب الغليظ هي اللي سيناريو جديد كنت مخليها العيد صراحة وقال لك لا خصني شي جلابة اللي تكون همراوية أنا جبتها له وما عرفتش ونسولو كاع أي واحدة أحسن زوج زوج ولا ثلاثة واش يعني خلي التعاليق حسن الله يحكموا علينا أشوف معنا البنات الوالدة جيبي معك على سد ديالك اكتشفوا مع حسن المفاجأة في الأخير ورشيدة ما نعرف أختي رشيدة هذا النهار أنا صغيرة مصبوقة باغي نديرو جلجل إيوا شوفي أنا مصبوقة بالكبيرة وهذيك الساعة يتبعهم الصغار انا شفت بعضنا ما غيسمح لي صح باي عطيتك في بنتك تقول لك باي صح باي اللي داروا ماشي مشكل هما رشيده غنديرو يا اللي كبيره فين شنو تنتبع انا راني مراه كبيره وما نخليش باك محمد يتزوج عليا الكلام ده سميره تبغي راجلك يزيد عليك شي مراه اخرى لا والو العصا لا لا بنو الزياده لا ولدي لو غادي مرحبا بهم لا 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 دريسية لا لا دريسية لا لا دريسية لا 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 دابا الوالده خصنا كتشوف حتى شنو كاين في هاد الدور والله راه ترونت هنا كاع شنو كاين مالها طلعنا ما نعرفش دابا هو قال لنا وجدوا كاينه شي حاجه في شكل كذا وبوليد انا كتبان خلعه ديال اللي شفتها حتى شفتها شفتها راه شي زوج راشيده اختي الله يرحم الوالدين دوك التفاصيل راه
شوفي معكم اصلا كيس الله يرحم والديك. ما خلاص تصير لا شيء غير كل شيء. شوفوا شنو عايش حصلنا والله العظيم هي القضيه صعيبه كما تشوفوا في الطوب ميمنا اش بالكم راه الجوجة محقوم ولا ماشي محقوم؟ ايوا اش غنقول لك اودي ما جيتنا غير في العمر. الله يرحم الوالدين ما بغا يتزوج الله غير يتزوج. دابا والله الا مناش خايفه انا هي ان رشيده كتصايب وكتقاد يا اختي هادي تجي ها شي مره. صراحه الا دار معايا حد الخشونه دابا كما كتشوفوا رشيده اختي كتوجد وما عارفاش علاه كتوجد. رشيده اختي قضيه عندك صعيبه هاد النهار. ما عارفاش اخويا والنوبيا ولا قلتكم رشيده اختي حمار حمار ودابا غير ربحوك البارح وبغاو ياجروك اليوم. خلينا ما درنا ايوا غير اللي نسينا وسيد عمل لا وتسخر حسن ما حنا ما جاب وجيب التيسير وجيب عمرو شركه فور وجاب ديك التقضيه كلها ودارت شويكه وعدل وخدمات ياك الويله هاد الشويكه وقف براسه ما نعرف راشي دخشي حسن شويه الدنيا بس اصلا ما كيتعطلوا على بالراحه وكيف غاجي في القهوه راه عندي الفلاحه مليح عندنا الراجل اللي ما تيدخلش بكري وهذا وما نعرفش واش ما كاعش تخبر في زوج عيال لا مشكل هذا لا لا واش غتبكي لي شي حسن ولا غتخليه من الرشيده غتبقى عمزه لا لا فهادي راه كده غادي في الشارع. واش شفتوا لينا هنا هاد النهار عندنا واقيلا تنظن جوج طبال وثلاثة طبال ليا ما عرفنا شنو قال لنا حسن وما عرفناش هاد المفاجأة اللي قايل لنا حسن أكيد بالضبط. ويا منى أم تيتيش حاضرة معنا بقوة خالتي يمنى اللي بقينا ديالها ويا منى أم تيتيش وسميرة البركانية أكيد ولا لا سكينة حتى هي. المشاهدين البحر جيت نقول لهم زعزع زعزع وشيلهم دردك. المشاهدين اللي ما عرف غادي نشرب داك العصير ديال زعزع ديال زعزع دابا لا نصوب غادي نشرب دردك. ايوا تاجي تحكي لهاني البنات كيفاش نقول لك وانا والله ما عرفتها ولا عرفت صافي صافي دابا المشاهدين حرام عارفين اللي نسيت وين دابا انت فعلا طلبتي لينا عصير ديال زعزع ان شاء الله غنمشيو نفطرو على برا سديوك معنا تفطري انت خمس زعزع لا لا غادي غندوز موراك غادي نمشي غادي نجي موراك ونديرو الفطور وغتشربي جوج ديال زعزع على حساب والله يا لالا مرحبا الرسول ايوا هادشي اللي كيبغينا نشوفو هاد الديسير مويا منا المشاهدين ديال قناة بوبا تحية لكم كبيرة 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 داخل المغرب وخارج المغرب والله يخليكم فرحانين ويخلينا فرحانين ومجموعين يا ربي ايوا ما كيخليونيش نتابعو في وقت ما كنزعل الله العظيم على الراس والعين وكما كتشوفوا البنات شنو واجدين لنا هنا الواليده ارتاحي بحالكم بلا ما نديرونجيك انت هي شنو واجدين لنا البنات بغيتو ديروا برشيده يا هاد الجزء يا هاد الجوج هادو باش تبداو برشيده صح خلينا رشيده على حسابك حنا كنتش حاجه غنسمحوا في رشيده والله انا ما نوليو عيسويه غنرشيكم ندور غنرشيكم لا لا والو قالك العيالات الا تحاموا على شي واحد راه يخليو دوار العيالات كثر من الرجال والله العظيم الا تحاموا عليكم اخويا داك ديرها في الراجل ونساها وديرها في المراه وترجعها مشكل هادشي سمعتي مشرج بخير غنكتشفوا معكم هاد الضيوف اللي جاو يخطبوا في حسن ولا حسن جاي يخطب فيهم ولا شنو كاين تما انا رشيده بدا ما سمعتش رشيده بدا ما سمعت والو رشيده 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 حمراء اقسم بالله لا عرفتي تزيرات طابق عليا اختي ما نخبيش عليك اختي رشيده مشكله كتوجد رشيده خيره في غيره ما تعرفي الخير فين يكون رشيده ربما تكون شي مراه حنينه مسكينه ودرويشه وتحن فيك وتعاون في انس وملاك وتقريهم قسما بالله وتكون ديال بصح اولاد ياك صغار ما عرفتي يمكن ياكلوا باهم ماكله هاي تيقولها لهم غير بالضحك كيقول لهم غنتزوجوا هذه حتى كي كيديروا شي كيبكي لهي شي كيبدا ينتف شي كي والله العظيم مالك كتبكي وانس كيبدا كيلعب الكاراتي شوفي دابا حنا غنخوي داك السفلي كامل غنتحولوا الفوقي وحده تبقى له لتحت وحده تبقى في الوسطي لا تبارك الله صافي لقيتيني الحين سي رشيده شنو وجدتي الدره ديالك تمشي للضيف ديالنا هاد النهار رشيده رشيده والوجه الاخر رشيده والوجه الاخر
انت راجل سكينه شنو كاين اختي رشيده هذا النهار البنات شنو كاين عندنا في الكوزينه شنو وجدتو اليوم وجدنا كل خير الله يبقى سميره شنو نقول عندنا الصراحه الله وجدنا كل خير وكتشوفوا معنا تبارك الله الاطباق كلها يعني خدمنا ليها ثلاثه بينا تبارك الله عريسه سمح لي ما كاين ما حطيتهم في حمرو والله قولوا لنا غير واحد التفصيل مهم هادو بيتزات صغار هادو بيتزات عامرين بالطون هذه واحد ديال الحشوه ديالها حشوه هي ديال اللي عمرها هذه الحشوه ديال البريوات هذه بوحدها ها زيد قول لي هي الفريز غنذوق به واحد الفلون ان شاء الله اللي كنديروا كيف قواعر شنو مشكل هنا عشان هنايا عندنا خزو مشرمل خزو مشرمل والطبق الرئيسي شنو هو؟ وعندنا هنا بطاطا والطبق الرئيسي راه عارفينو اللي مفاجأة دابا مفاجأة هو ان حسن جاب الضرو جاب الحولي واش كاين مشكلة رشيدة جاب الحولي وذبحناه جاب الدجاج وجاب الدجاج قال راه كاين شي واحد ما كياكلش اللحم جاب له الدجاج جاب 8 دجاجات واش الحولي شحال باش جابوا له والله الا جابوا له غالي والله سيبا غالية جاب حولي قدو قداش تبارك الله تبارك الله قدو غنشوفوا عند ولد محلينا الحولي هذاك الحولي شتو انا البارح حطوا عليا الدم هذا شي عظيم هذاك الحولي غير ديال شي حسن يخطب كذلك بحال هكا هذا شي اختبار رشيدة ديال الحولي قال الحولي ها هو دابا الذبيحه ايوا دابا هذا ما شغله رشيده ولا دابا ما تقلقناش رشيده راسي حسن فرينا خلينا ما كاينش كاين كلشي جديد وكلشي جديد وكلشي باش نعرفوا ماشي باش مراتي درويه اش غتحنجي الله يجيك بالصحه الى زعما خاطر جيب لاتي بالنظريه فات نقول ما يديروا والو اه الشلحه اه لا لا الشلحه لا لا وليدي قالت لك خاطر ونسيبها اش نسيبها اش دابا اللي بغى يزيد المراه الثانيه نسيبها كيفاش اللي بغى يزيد المراه الزوجه واش كاينه على الله ولا وداروا الليمون وبعويده والبنان وتبارك الله يعني وجدوا جوج طبالي تبارك الله بلا بينا حنا اللي غنكونوا كاسين عرفتي كالعائله بيناتنا وغتبقاو معنا بما عرفنا شكون هي المراه ديال حسن بقاو معنا شباب رشيده المراه ديال حسن والله العظيم الا كتقلب عليا خايبه العروسه جات العروسه جات ام حليمه هاويلي اش بالك عندي الزيت سخون رشيده باش عرفتوا الضيف ولا مازال دابا رشيده مسكينه واخا كتشتا بعدا حاد كاع واش هاد المسائل ديالها هي هذيك باش ما يقولوش تجيبوا المراه يقولوا راه المراه الاولى ما حادكاش واه راه صافي العروسه جات الضيافه اختي رشيده بقاو تيجيو راه شنو ان شاء الله باش نديروا لهم استقبال الله ما بعدش الله ما بعدش رشيده لا داك الشيء يا سلام العروسه تخيل ان شاء الله بالخير ديالها لا ولا كانت معاك العروسه جايه باليوم الصح اه جايه بالبركه يا شي الحمد لله وكل شيء ولاتي بغاش نبالك اهو تبارك احسن حتى والو انا ما نبغيش بغينا ما نبغيش اشنا مويا مات ناس هادو شو ما بغوش يعطيهم انا الوقت كاع والو وليدي هادو قاصحين هما صايبونا سميتها هاد البيتزا هادي صافينا يا السلطه ديال المحطه ديالكم ها هي ها نجيب لنا السلطه ان شاء الله ها هاي السلطه سميره اولا خاطر سميره تحيه للناس ديال بركان فين ما كانوا ربي يخليك وتشوف معنا الضيوف واحد شويه كل كوبل غيدخل في الضيوف قريب ان شاء الله يا ربي وغنعرف واش هذا الشيء غير في اطار الضحك اولا في واش يعني في اطار المزحه اولا في التحنيس والله لا وليتو تدخل على هذا الرجال هذا حسن مشى يجيب الكومبلي وي ورشيده حسن الشطاره يجيب الكومبلي ها كتشرق عليه
واش تشارك غير كومبلي وايلي وايلي على شي داير خويا راه هي بغات تدخل على صاب الشان المرشان رشيده طيب وحدك رشيده النهار هذا كاع حداك ديال رشيده النهار بوحديتها لا دابا غيقولوا لنا شكون جاي الولا ولا تيقاد بصح هضر واحد ديال بصح رشيده كاينه واحد القضيه ديال النهار هذا خداع الله وصل اش بك احسن والو ما نقولش على رشيده الصراحه دابا غادي نمشيو غادي تكتشفوا الضيوف ان شاء الله اللي كاينين شكون هما اللي جاوا وكاينه مفاجاه قويه وصدمه قويه لسي رشيده هاد المره يا ويلي هذا ود الزين ديال الطبق الرئيسي ديالنا ان شاء الله اكيد غتكونوا عرفتوا باش معروفه عائله ام حليمه لا صافي صافي نمشيو خلاص الحوله راه تفضح الباب اشوفوا رغبونا رغبونا باش ما نمشيوش نديروا بحال حسن الله يرحم الوالدين والله العظيم انا بعدا عارفه الحل وانت عارفه شوف شوف انا عارفه والله سيروا خذوا راحتكم شغل العيال صعيب كما وعدنا المتتبعين ديالنا العروسه راه في الباب ان شاء الله باذن الله لا 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 رشيده واش مستعده ولا ما مستعداش نفسانيا ومعنويا ها اسامي بحال ذات هي عاجبه الحال في هادشي داكشي اللي كنتم سمعيني راه كنت جيتكم قبيله داكشي اللي كنتم اللي قال الله وقال الشرع راه هو اللي كاين العروسه راه في الباب انتظرونا راه حتى ما يطلعوا هاد وغادي نكتشفوا بعد حسن الطبلات الغزاله مع العريسه دم وحليه ما اللي وجدوا كان عليك تجي في الفندق العروسه جات وهذا هو الديزاين اللي صايبوا العريسه ثم زغاج الطبق العروسه ان شاء الله الحسن ديالنا حسن و هي معروفه عرفتي مراته جديده اجوجو حسن ولا اصافي الله يبارك فيك الطبلي جاي نجوجو قالك الكبير تما يسخر والصراحه كما قال لكم حسن راه هادشي مذكور في الشرع هادشي اللي غتشوفوا هاد النهار ان شاء الله راه موصى عليه الرسول وهري موصى عليه الله سبحانه وتعالى هي شي حاجه اللي زوينه وعظيمه عند الله رشيده من الجزيره اختي راه ما كاين العروسه لا والو ان شاء الله يا ربي كاين غير شي وجوه الخير ان شاء الله يا ربي وصلنا ربي وصلنا الرسول على حسن على الترحى والتراحم والكرام وجود هادو من الشيم ديال المغاربه وديال المسلمين كاملين ودابا غتبقاو معنا باش تشوفوا العروسه اللي جايه عند السي حسن واش ندير هاد الزيارات بقاو ان شاء الله يا ربي ما تشوفيه العائله تي في اللي هو معروف غني عن التعريف وهذا هو الضيف وهذا الشيء اللي قلنا لكم على اساس ان كاين الترحاب الحمد لله سي حسن رحمنا مرحبا خويا العزيز وشي كلمات سي بوزمع صاحب قناه العائله تي في مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا سي بوزمع شي كلمه في القناه السلام عليكم المتابعين ديال قناه محبوبه تي في نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير الحمد لله ديما حنا مجموعين وكنشكروهم على هذه العراضه هذه ونتمنوا يا ربي ان نكونوا ديما في حال هكا من هنا لقدام ان شاء الله يا ربي ومرحبا بالعائله تي في وصفوا لها العائله تي في يلا مرحبا بكم ان شاء الله يا ربي نكملوا العائله الثانيه ان شاء الله يا ربي مرحبا بكم مرحبا 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 فاطمه هي اختي سكينه مولا سيدي سير مولا سيدي سير ومولا العصير معنا في هذه الاجواء الغزاله وي فاطمه مرحبا بكم حديثات كاليك حديثات كاليك مرحبا بكم أختي فاطمة السلام عليكم أختي فاطمة المرأة المناضلة المرأة القوية نتمنى النازية المحبوبة لا هي الأختي سكينة يهجموا عليها ويدعموها فاطمة تسع الدم وإنسانة طيبة الله يعمرها الدار لا هي الأختي سكينة هادشي اللي نقول أنا في حقهم الله يسهل ويزيدوها القدام ويوقفوا معاها وبايش ربي يسهل عليكم الله يرضي عليكم تعاونوا مع فاطمة وسكينة تعاونوا معاهم والله يرضي عليكم الله يعاونكم بالرضا مولا سيدي سير ومولا العاصر تصفيقة حرة على خالتي فاطمة سكينة مرحبا بكم نهار كبير هذا
والله الا هاد النهار بحال هنا العرس وقسم بالله راه غادي نحطوا فاطمه من زمان ماشي حتى اليوم وليداتي فاطمه راه عاطيه. وشكون هي المراه الحديديه؟ المراه الحديديه طبيعتها في هاد الاثناء معكم اختي اصمر المكنسيه. وي 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 اصمر يا 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 حي 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 بخسر عدو حيدا حيدا بخسر عدو حيدا 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 مرحبا بك اختي اسمان اللي غنيه تيري انسانه يعني خلوقه يعني مربيه انسانه يعني ما شاء الله علينا ديما الحمد لله. حجه كلمه لك كلمه لك الحجه لله خطك. شكرا لكم لهلا خطكم علينا وخلي لنا بيبتكم ديما محلوله. شكرا لكم والله يخليها ديما كيتزاويه اللي داخل واكل واللي خارج واكل وتكون دائما الفوق الفوق. والله العظيم كندعي لك راه صايمه والله صايمه قبيله صايمه. اوكي شوف العرسان ديالنا رشيده زالين ما شاء الله جوجتونا رشيده مرحبا بالحجه دابا شافوا القصه الله يحفظك الحجه. سي حسن شكون هو الضيوف ديالنا عشان الضيف خويا عبدو الانسان المثقف الانسان حتى هو يعني الانسان الواعي الراقي تبارك الله اللي ما شاء الله. خويا الله يرضى عليك السلام عليكم. الله يرضى عليك خويا في الدار. تحياتي لخويا الحسن تحياتي للمحضر محمود غادي نسلموا بعدا على الكلام والسيد الله يسهل عليكم. عبدو انسان طيب انسان يعني الطاقة الايجابية تبارك الله ما شاء الله. لا هو لا خويا الخضار زيد تحياتي لكم بزاف مبروك عواش خويا الحمد لله خويا الحسن راه دارنا هذه. واش يعطيك خير اخو عبدو؟ يعني راه دارنا هذه راه دارنا هذه حنا كبرنا فيها من كنا تنقراو تراني سخوات كنا عندها راه الناس اختي حليمة حنا صحابنا الله يرحم لكم الوالدين اولادي وعرفنا عرفنا لاخويا عبد اللطيف دابا خويا الحسن انا راه تيعرفوني المتابعين دابا دابا غير خضار حضار محبوب انا راه عندي المحل فازو ديالو خضار محبوب خضار محبوب خضار محبوب وين الله يسهل عليكم الله يرحم والديكم. الله يسهل عليكم الله يرحم والديكم. انتم راه كنتم عندكم قبول عندنا في النشاط الله يرضي عليكم. الله يسهل عليكم حنا كولاد البلاد والله الا بغيناكم بخاطرنا ولاد البلاد شركنا الخير كاع شركنا الطعام بلا قناة بلا هادشي كاع شركنا الطعام خاتي حنا الداري وراه ما خاتي حنا محبوبة وهو تيبان بوجهه بمكشوف مكتوب مرحبا بكم راه خوتنا بلا قناة حنا عندنا الشيء اللي كاين الله يسهل اخويا الله يسهل عليك واش تسرق تهرى على خويا عبدو خويا خطار في التي في واش حسن في الاثناء جانا واحد الضيف من المكان بعيد واحد جوج ضياف اللي هو خويا سعيد وخويا شبان حميد سعيد تي في وخويا شبان حميد وي سعيد تي في وي بس تي في خويا شبان حميد تحياتي لكم شكرا على الاستقبال ديالكم كنشكركم بزاف كنشكر القناة المحبوبة بزاف على الاستضافة وعلى الدعوة ديالها وتحياتي لكم فاس تي في دائما مع الاخوان دائما معهم فيما اي حاجة انا معهم الحمد لله. الله يعطيك الخير اخويا الحمد لله اخويا حميد اشهبار خويا حميد اشهبار انا حميد تنسميه بالجبل الحديد الانسان الحديد هو حامر بالنسبه لي جبل اللي ما تيتزعزعش والله العظيم ما تغيرش في المبادئ ديالو والاخلاق ديالو. نتمنى اخويا الحسن من جميع المشاهدين والمتتبعين يجمعوا على اخويا حميد طيب 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 والله العظيم واش كلمه اخويا حميد كذلك. المهم تحياتي للمتتبعين ديال قناه محبوبه القناه اللي عزيزه على القلوب ديالنا. شنو نقول لكم الله يحفظكم وشكرا على هذا حسن الاستقبال شكرا على حسن الضيافه وكتبقى محبوبه زعما راه محبوبه عند الجميع جميع خوتنا المغاربه الله يحفظكم ومسيره موفقه ونتمنى المشاهدين
شاهدين على ربي تهجموا على خويا حميد كلكم. حميد شباب ياك حميد، حميد شباب يلاه خويا حميد مرحبا بك السي حمزان. حسن تشوف داك شنو دا فارس ستيفي العائلة ديال فارس علي حزيفة علي 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 حزيفة علي 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 حزيفة. السلام عليكم حزيفة. وعليكم السلام. سي متتبعين ديال مي حليمة والمتتبعين فين كانوا، كنتمنى ان شاء الله تكون بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. وكنشكر المتتبعين كاملين سواء داخل ارض الوطن سواء خارج ارض الوطن، كنشكركم بزاف بزاف على الهجوم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، وكنتمنى تزيدوا تشجعونا ان شاء الله. شكرا حشيفة، مرحبا بك حشيفة. خويا عزيز خويا زهير مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى ان شاء الله كما قالت حجيبه تكونوا بخير وعلى خير. المهم لان راه ما غاديش نهضر، نخلي الكلمه لخويا زهير هو اللي غادي يهضر. صاحب الابتسامه تي في. زيد اخويا زيد خدام ماشي يعرفوه مزيان. ونخلي رشيد عليه بلاتي رشيد. رشيد معنا غنبان مع رشيد. السلام عليكم، تحيه للمتابعين ديال الحبوبات تي في. صراحه نهار كبير هذا، مرحبا بنا ومرحبا بالضيوف. لا يخفى علينا ان الحبوبات تي في الدار الكبيره تبارك الله. الله يخليك اخويا. يعطيك خويا حسن، وكما كنقولوا راه محبوب الاصل والباقي تقليد. وتبقى ديما فوق الفوق. وشكرا بزاف على ونعرفوا بالقناه بدا ديال خويا زهير باش يعرفوا هذا الاخ ديال خويا عزيز. هذا خويا عزيز، خويا عزيز هو بيض وناس مر. لا لا جوجكم غزالين. سميت القناه ديال خويا زهير ابتسامه تي في. قلم طبيعي تحلل لا ابتسامه محتوى اللي هو زوين ان شاء الله. ابتسامه تي في ابتسامه تي في. نتمنى ان شاء الله انكم تشرفوني في القناه ان شاء الله فضلا وليس امرا. وشكرا بزاف ان شاء الله. ومرحبا بكم والف مرحبا. مرحبا بكم. معنا الاخ رشيد يوميات رشيد قناه يوميات رشيد. رشيد واحد الانسان مسكين اللي ما تيسمعش، واش غنقول لكم ما كيهضرش. رشيد يلاه ما تيهضر ما تيسمع، هناه الله بعدا مشي حوايج يعني راه الصالح ديالو والله العظيم مع الله، يعني ما يسمع لا لا نميمه ولا سميته. ولكن نتمنى منكم كمشاهدين ديالنا وكمتتبعين ديالنا وتتبغيونا، نتمنى تدخلوا عند خويا رشيد وتهجموا عليه بكثافه وبقوه. يوميات رشيد يوميات رشيد يوميات رشيد. اشنو رشيد ياك السي رشيد؟ وديروا جيم وبارطاجيو وحاولوا ما امكن باش تكبروا القناه. راه بكم المشاهدين، راه انتم هما كلشي، انتم هما الكل في الكل. راه الا ما كنتوش انتم ما كيسمعش الويدا سكان ما كيهضرش. خويا رشيد مرحبا بك. مرحبا بك الله يرضي عليك وتعاونوا معطينا بركه الصحه. الله يسهل عليك اولدي الله يرضي عليك. سيدي اخو رشيد تفضل تفضل. مرحبا بك. حمزه الله يرضي عليك. هذه مع المزيد ديما الله يطيب. ام فاطمه عندنا حمزه ربما ما كاينش، وصفت لنا ام فاطمه. حمزه خونا ام فاطمه امنا، ونتمنوا الخير للجميع، ونتمنى دخول عند خويا حمزه حتى هو كذلك اللي راه ما كاينش، وجميع القنوات اللي ما ربما دابا نذكرهم مع 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 الحضور الكريم. وهادشي اللي كاين اخوتي. مرحبا بامي فاطمه ومرحبا بسي حمزه. وي والله العظيم الى واحد النهار تكون حيويه. ومرحبا بكم والف مرحبا. والله نهار كبير هذا، وتحياتي لكم ونقول بسم الله على الصلاه. مرحبا بكم اخويا وسمحوا لنا وقبلوا علينا ونتمنوا الاحسن. نتمنى دخلنا حلقه يا سيدي. هاك اخويا سعيد دور وهرف حسن يصنع الحلاق ديالك الجديد. هيا مرحبا سي حسن. متابعينا الكرام معكم الصديق ديالي حسن، واحد الدري اللي واجد معنا تبارك الله في المحل. وغادي نعطي واحد الكلمه اللي بغى يتبع الحلقه ديال حسن. شنو الانستغرام حسن؟ باربر حسن. باربر حسن اياد باربر حسن. يا مرحبا بكم خويا حسن. سي سفيان الفقيه ديالنا. سفيان خلاص مرحبا بكم. وهذوما الاجواء عريسه ام حليمه. صراحه والله العظيم الا فرحانين هاد النهار بهذا الوجه اللي جا عندنا. والده نتمنى ان شاء الله يجي عندنا في شي ساعات الخير. ومرحبا بهم والف مرحبا. وهذه هي العروسه اختي رشيده. كيفاش جاتك العريسه ديالنا؟ مرحبا بالعرايس. واش رص عليه الله سبحانه وتعالى الشرع؟ مرحبا بهم والف مرحبا. نهار كبير هذا، حنا عارفين عندنا الثقه فيكم اللي هي كبيره. ولاد ام حليمه احسن تربيه. اللهم فين هما الاطباق الرئيسيه ديالك الوالده؟ ها هما ولدي يا سلام. تبارك الله. فين هو الطبق الثاني؟ معك رشيده. جيبوا لنا الطبق الثاني ان شاء الله يا ربي. شفتوا مع اختي رشيده. يا سلام يا ربي ان شاء الله يا ربي. هذا هو الاطباق ديالنا تبارك الله. هاد الشخص تنكسخوا له حسن. اشوفوا امي باش نسميهم. هادشي ما كاينش فيهم. العروسه اللي ما كتاكلش اللحمه رشيده.
وهذا الطبق الجوج يا سلام يا راسيلون. وفي هذه الاجواء بقى لنا الا نقول لهم مع مجموعه الخير مع السلامه عليكم. باي باي عليكم وصحه وطولكم وشكرا لكم جميعا. وهذه هي العروسه ديالنا الوحيده ما كاينش بحالها كاع والباقي تقليد. هذه ما يجي عليهم غير قمح وشعير. الحمد لله الويله. يلا الويله باي باي عليكم. يلا بالسلامه عليكم. باي باي رشيده عليكم. باي باي عليكم كاملين وجميعا.